اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما احنا متعودين ليديز فيرست. دينا عمرو كابتن فريق النادي الاهلي لكره السله سيدات، اهلا بيكي. اهلا بيك كابتن هيثم، مبروك واهلا الاثنين. الله يبارك في حضرتك، ميرسي. برحب بمحمد الجرحي، مودي الجرحي، كابتن فريق كره السله رجال بالنادي الاهلي، مبروك واهلا برضه. حضرتك يا كابتن هيثم، الله يبارك فيك، منورنا. يعني يمكن اول مره تشرفنا، يمكن دينا شرفتنا في القناه قبل كده، يمكن انت اول مره تشرفنا. اول مره بس. طب احنا عملنا تقرير كده مع فريق العمل، نشوف التقرير ده، يعني عملناه لدينا والمودي، نشوف التقرير مع حضراتكم، نشوف تقرير سريع عديناه لدينا ومودي، نشوف القصه ايه وارجع لكم تاني. مودي ودينا غصن جديد في شجرة عائلة الأهلي الكبيرة، يولد داخل جدران النادي وتحديدا داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر أهل الجزيرة، في فصل جديد من فصول تدشين عائلة أهلاوية رياضية برعاية مودي الجرحي قائد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، ودينا عمرو قائدة سيدات سلة الأهلي، بعد إعلان خطوبتهما قبل بضعة أيام. مودي أحد نصور القلعة الحمراء الذي كرس حياته للدفاع عن شعار ألوان قميص النادي الأهلي. بعدما نشأ داخل قطاع الناشئين لكرة السلة بالقلعة الحمراء، لم يخفق قلبه إلا بحب النادي الأهلي. على مدار سنوات جاءت حافلة بالإنجازات والبطولات، حتى أضحى قائداً للفريق الأول لكرة السلة، فما كان لقلبه أن يخفق بالحب والارتباط إلا من خلال القلعة الحمراء، لتنجح دينا عمرو قائدة الفريق الأول لسيدات السلة في الاستحواذ على قلبه، لتنشأ قصة حب بين القائدين داخل صالة النادي الأهلي، ليمضيا معاً لتدشين عائلة تكتسي بشعار نادي القرن على خطى العديد من نجوم ونجمات النادي الأهلي. فارتباط دينا ومودي قائدا فريقي الأهلي رجال وسيدات في كرة السلة لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فهناك عشرات الحالات من الارتباط العاطفي والتي تكللت بالارتباط وتكوين أسرة أهلاوية جدا، لعل أبرزها آل السلعاوي بقيادة الكابتن محمد السيد سليمان الشهير بالسلعاوي، لاعب سلة الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، والذي تزوج من إيمان البدراوي لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة، وأنجبا للرياضة المصرية والنادي الأهلي نجوما بحجم أحمد السلعاوي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر في كرة السلة، وشقيقته نادين لاعبة منتخب مصر والأهلي، والعائدة لتوها من رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي لكرة السلة، وشقيقهم كريم الذي منعته الإصابة من استكمال مسيرته لاعباً في كرة السلة، فاتجه إلى مجال التحكيم. ليؤكد مودي الجرحي ودينا عمرو أن مفهوم عائلة النادي الأهلي ليس مجرد شعارات رنانة تخلب آذان السامعين، بل حقيقة تاريخية تتوارثها الأجيال في القلعة الحمراء. اهلا بحضراتكم من جديد. دينا نبتدي معاكي بقى ليديز فيرست، الموضوع ابتدى ازاي؟ القصه جت يعني ازاي؟ احكي لنا البدايه. والله يا كابتن هيثم، يا بدايه عاديه جدا زي اي اتنين، يعني بلعب باسكت، اكيد بلعب باسكت، فيش يعني كنا اصحاب في الاول وكده، وبعدين واحده واحده خدنا يعني ستابس مع بعض وكده، وبعد كده خلاص بقى يعني قررنا بقى ان احنا نبدا في. طب وانتوا صغيرين يعني يا دينا، برده الموضوع ما جاش اكيد فجاه يعني؟ لا، ما هو في الاول اكيد احنا اصلا بدايتنا اصلا مع بعض كنا اصحاب من الاول، من زمان جدا، حتى من قبل ما كان يعني يتقدم نحس ان احنا اصلا في حاجه وكده، وبعديها شويه شويه الموضوع بقى تطور يعني. بس كان خبر جميل وخبر مفاجأة لينا كلنا، مش مفاجأة طبعا اللي جوه النادي الأهلي عارفينه، ولكن كل يعني معظم الناس يعني دي حقيقة كانت عارفة، بس يعني جاء بقى وقت خلاص بقى يلا بقى نتكل على الله. ألف مبروك يا دينا، الله يبارك في حضرتك. مودي قول لي بقى، أنت من وجهة نظرك الموضوع ابتدى إزاي؟ الدنيا مشيت إزاي؟ أنت الليدر. مفيش والله يا كابتن هيثم، الموضوع من حوالي مثلا سنتين ثلاثة كده، أنا كنت أعرف دينا بس مش من زمان قوي، عرفتها مثلا من أربع خمس سنين. هي انت عارف هي دينا طول عمرها محترمه في النادي طبعاً. وجد جدا بالظبط كده، وهي على طول مركزها في الباسكت. الاول كنت اعرفها، ما عرفتها يعني قعدنا فتره كده كنا اصحاب عادي طبعا بحكم اللي انتوا بتتمرنوا في صاله، يعني صاله واحده تقريبا نفس النادي واحد وكده، فبالنسبه لي الموضوع جه واحده واحده، عرفنا بعض اكتر. بعد كده قررنا يعني من فتره كده يعني زي ما قلت لك الموضوع تطور، لحد ما انا حسيت جوايا انا عايز اخد ستيب في الحته دي، يعني الحته دي امتى بقى؟ امتى الكلام ده؟
يعني احنا هناخد الستيب دي بقى لها مثلا 3 4 شهور كده، احنا واخدين قرار بس لسه بنشوف الميعاد عشان الدوري والماتش. دوري ايه يا كابتن؟ دوري ايه ده؟ مستقبل. دوري ايه يا ابو الكباتن؟ في وقت يبقى الدنيا فيه تبقى هاديه شويه، هاديه عشان تبقى الامور ماشيه كويس. لا لا بهزر طبعا، هو طبعا بس جميل لما تبقوا في مجال واحد وبتظبطوا مواعيدكم مع بعض يعني والماتشات تبقى الدنيا جميله. بالظبط، فاخدنا بقى القرار كده وقلت يعني دي بالنسبه لي انا مريحه بصراحه جدا في طيب الوقت ده. خليني اعرف معاك بقى التفاصيل اللي بيحصل ايه والصفقات الجديده، بتقعدوا تتكلموا مع بعض. بس خلينا نطلع فاصل وارجع لك تاني يا مودي. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل سريع ونرجع نعرف من مودي بقى لما بيبقى في صفقات جديده سواء في السيدات في الرجال بيقعدوا يتكلموا ايه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والحقيقه يعني يمكن هبتدي مع دينا عمرو. دينا انتوا طبعا تليفوناتكم مع بعض، بتخرجوا مع بعض، اكيد 80% من كلامكم عن الباسكت. 100% بتقولوا ايه؟ 100% مش 80. ايه اللي بتقولوه؟ والله يا كابتن هيثم، هو يعني بصراحه انا في كده كام واحده من صحابي دول رايهم ده اساسي، بلس مودي وماما دول اهم رايين بصراحه في حياتي. كباسكت بول ولا كباسكت؟ في الحياه؟ لا يعني لا في الحياه هو مودي وماما بصراحه، وكباسكت هما اتنين تلاته وماما ومودي برضو في الاخر. طب بيني وبينك كده يعني لما بيبقى في صفقه جديده في الباسكت عندكم، في صفقه جديده في الفريق الولاد، بتقعدوا تتكلموا مع بعض ايه رايك ايه بتاع؟ طب ده ياخد رايك؟ في الاغلب عشان مثلا بنشوف هو يعني الوقت ده النادي محتاج ايه، فده اكيد هيبقى تدعيم لينا. يعني مثلا احنا بالنسبه لنا كبنات من سنتين بالظبط كان عندنا ناس بطلت، كانت سهيله وساره وكده كذا حد، وريم موسى مشيت وسابت النادي وكذا حاجه، فجبنا بدلهم منار وسريه وكده، فدول اكيد برضو عملوا تعويض وفرق بالنسبه لهم. برضو هو بيبقى نفس القصه برضو بالزبط. مشي كذا جه كذا. قبل ما تخسري ماتش ولا حاجه بتكلمي مودي وخاصه لو كان بيتفرج؟ بصراحه اول حاجه هو بيبقى شايل هم الماتش ده جدا، لو لعبت وحش ده اخر ماتش ليكوا يعني. على فكره ماتش ليوبليس لا والله الحمد لله الماتش ده كنت لعبته حلو يعني ما شاء الله. طب هو بيقعد يكلمك بقى يقول لك ايه الوضع والدنيا ايه؟ يعني بصراحه يعني انا الماتش ده بصراحه انا كنت بلعب حتى بداية عندي فيرست ديجري مزق في اماميه يعني حضرتي بس كان ماتش مهم طبعا، فكان لازم ان احنا نكمله. بس بتقولي اديتي كويس الحمد لله. الحمد لله كنت كويسه. طبعا انا بعد الماتش ماما كانتش جت، فلو ماما مش موجوده مودي موجود، لو مودي مش موجود ماما مش موجوده، فلازم في حد بيعوض التاني بالظبط. فطبعا لا هو بصراحه حتى ما بيجي يكلمني ويناقشني في حاجه بيبقى دايما الوحش قبل الحلو. يعني 100% من كلامكم باسكت دي حاجه يعني حاجه مبشره بس دايما جداً. الوحش بيبقى قبل الحلو علشان الحلو كده كده ده معروف طبعًا. بس الوحش هو اللي هيطور مني وهو طبعًا. اللي هيخليني دايما في احسن طبعًا. فهو عشان كده بصراحه هو دايما فوق دماغي. بس مش طبعًا. بس مودي بس مودي مش هتبقى الموضوع كله باسكت مودي يعني برضه مش كله برضه مش 100% مش الدرجات دي. الاوف سيزون بقى عادي ما بيبقاش فيه باسكت يعني خروج مثلا لو هو بقى مبسوط جدا وموده مبسوط وفرحان وكسبان لا لا والله خالص بس لا بقى الدنيا بتبقى حلوه وخصوصا بقى لو فاينل دوري او كده بتبقى احلى ايام حياتي. طب مودي يعني كلمني عن الماتشات اللي فاتت ويمكن النهائي الدوري واللي حصل ومع الاتحاد ونهائي الكاس، كنت بتخلص وتكلم دينا ولا كان الوضع ايه؟ طبعا بص يا كابتن يعني انا لعبت معاك في المنتخب وفي النادي حاجه عارفني يعني انا بالنسبه لي الموضوع في النادي قاعدين 24 ساعة في النادي صحيح. احتياجات النادي ايه في اي مراكز كل حاجة احنا يعني عاملين ايه غرفة عملية حبك للنادي لا ينتهي بصراحة يا مودي بأمانة يعني فالمواضيع دي انا باخدها على صدري جاي ممكن يكون اللي معايا بيتعب في الموضوع ده ان انا لو قدر الله مثلا في خسارة يعني مش عايز اقول لك ان الدنيا بتبقى سودة في وشي ما بقدرش اكل ولا ما اعرفش انام ببقى كلمت دينا انت بعد ماتش الكاس طبعا الماتشات دي ان الماتشات دي كانت قريبة قريبة وانا والله العظيم طب قالت لك ايه في اول حاجه بعد الماتش؟ هي بتحاول تهديني يعني هي بتحاول تهديني عشان يعني لما خسرنا الكاس كان لسه في الدوري فعارف قالت لك ركز في الدوري حتى لما خسرت اول ماتش في الدوري بيبقى عندك لسه جيم 2 جيم 3 وجيم 4 صحيح فالموضوع بيبقى هي بتحاول تهديني عشان اقدر العب بس انا الموضوع بيبقى مأثر فيا عشان حبك للنادي بالظبط انت عايز تفرح الناس من الناس في الباسكت بالذات انت عارف يعني الموضوع طبعا مهم جدا عندهم يعني طب قول لي يا مودي يعني انت بنفس الكلام بالنسبه لك لما يبقى عندك مباراه الدوري طب هي كان برده كان ماتش سبورتنج وخسرنا الماتش الاولاني كلمتها قلت لها قول لي الكواليس بقى ماتش سبورتنج الاولاني اللي خسرناه وبعد كده عوضنا وكسبنا اللي في الدوري اما خسروا اول ماتش هم كان في الويست بتاع السنه دي وصلت اكتوبر هم كلهم كانوا في تنشنه اما خسروا هم كان احسن بكتير على فكره بس هو الماتش ده عارف هو اتخطف منهم كان في شد اعصاب منهم فهو اتخطف منهم كان كمان هم مش زينا هم بيست اوف 3 مش احنا بيست اوف 5 يعني احنا ممكن لو يعني كان بعدها بيومين لو خسروا لا قدر الله الدوري راح
فلازم بقى يهدوا خالص. ساعتها احنا اصلا انا واحمد وكذا حد رحنا الاوتيل هناك مع كابتن علي هاشم. احمد الجرحي اخوه. رحنا الاوتيل مع كابتن علي هاشم وقعدنا وفهمنا برضه الكلام معاه يعني كل عارف احنا كنا مع بعض احنا كنا اخوات طبعا يعني. اسره واحده لازم يقعدوا اجتماع مع الفرقه والفرقه يعني تهدي نفسها هم احسن بكتير لو لعبوا الباسكت بتاعهم هيكسبوا وده اللي حصل هم لعبوا وكسبوا ثاني يوم وخلاص انا كنت متاكد خلاص الجيم 3 احنا هناخد الدوري ان هو يعني محتاجين يعدوا الحته دي بس. طب مودي هسالك سؤال كده يعني في زي ما بيقولوا في سويداء القلب على طول يعني اغلب الرياضيين مش هكسف يعني بيجي بعد الزواج يقول لزوجته سواء كانت رياضيه او غير رياضيه لو سمحت بطلي هتعمل كده؟ لا 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 مودي لا لا يا والله يعني هي بتحب الباسكت اصلا من تلعب من هي ايه رايك يا دينا؟ لا وعدني جبت لك اهو جبت لك الاجابه طبعا عارفه الاجابه بس انا جبت لك انت كده على الهوا مضيته اهو والله عشان بس اي خدمه يا دينا تمام خلاص تمام يعني الموضوع ده مش وارد تلعب مع بعض لحد ما هي تحس يعني هي مش عايزه خلاص يعني هي تحس ان هي مش قادره غير كده ما عنديش كلام خالص. ايه رايك يا دينا في الكلام ده؟ شكرا تعليقك سريعا شكرا شكرا بس ده انا عايز اقول لك انه ان يعني لما بتبقى يعني شريك عمرك بيبقى رياضي اصلا هقول لحضرتك على حاجه بصراحه يعني انا مش هكذب عليك انا نفسي اجرب فكره ان هو يبقى بيلعب وانا بقى بلعب ويعني احنا اتنين مع بعض فانا اصلا متشوقه جدا للفكره دي اللي يعني هو انا اللي وهو كمان فانا بالنسبه لي دي حاجه انا مستنيها جدا ومستنيها يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نوصل لها يعني عايز اشوف بقى هي هتبقى عامله ازاي. طب يعني ممكن الصبح الاقيكم نازلين الصبح مع بعض التمرين يعني انا حاليا انا بشتغل فهي دي الفكره وهو برده مودي ايه ماشي لا انت الشغل تمام يعني تمام الشغل بجانب الباسكت ما كده لا انا بهزر يعني انا الباسكت كده كده فهو اكيد هنحاول نوفق الاوضاع نشوف الدنيا في جمعه في سبت بالظبط في حاجات ممكن نروح بدري التمرين نشوط شويه بالظبط لا حتى هو حتى لسه من كام يوم والله كان بيقول لي انه في حد عندك شويه حاجات مش كويسه عايزين نبقى ننزل امرنك عليها واقول لك الصح تعمليه فيها عشان تحسني من نفسك هو حتى بيقول لي كده ده حاجه جميله جدا بصراحه دينا لا ده انا عندي كلام كتير بس خلينا نطلع لفاصل عشان مش دي لازم نطلع لفاصل حقيقه لقاءنا مستمتع بيه جدا انتظرونا بعد الفاصل في كلام كتير مع دينا ومودي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد دينا اجيلك يوم الخطوبه كابتن علي هاشم اداك اجازه ولا لا؟ اداني قبليها بيومين بالظبط كنت خلاص بقى طبعا بدات اكلم الناس عشان ابلغ وكده كنت بس مستنيه مودي يجي بس البيت عشان اتاكد خلاص الموضوع وابدا ابلغ الناس يعني ان خلاص ان شاء الله يوم 29 وكده كنت كمان مرتبطة بأجازة أخويا عشان هو كان كلية حربية فكان الوقت عندي قصير جدا وكان خلاص هيستلم عمل فللأسف احنا فكرنا كيف الموضوع لقينا ان 29 أجازة يعني أجازة رسمية مولد النووي وبكمان صباح جمعة وبعديها سبت فأكيد مفيش أحلى من كده بالظبط اتكلمت ناقص بس كابتن علي هاشم يوافق بالأجازة بالظبط اتكلمت قلت له يا كابتن علي عشان خد طبعا أنا أصلا قبليها بثلاث أيام كنت واخدة تظبيط بقى ومعرفش إيه وحاجات كده تمشي بدري تمرينة ما تجيش ولا فقال لي لا والله ما اعترضش خالص كان كويس معايا قوي و متشكرين يا كابتن علي على الهوا احنا بنشكرك يا كابتن علي يعني بنشكرك وبسببها بسبب مش جاي تاني يا كابتن بسبب بقى ان انا طبعا نزلت بعد ما رجعت جامد عشان لازم كنت حصل مزق حصل لي بقى موضوع المزق ده فياريتني ما كنت رايحة لا لا بس ازاي هو كان لابد يحصل بس هو يمكن اللعيب بيبقى مش الحمد لله يعني بس فوافق طبعا وقلت له لو سمحت بقى انا عشان بالليل كنا في الاوتنج وخارجين لو سمحت عشان الفرقه تعرف تجي لي بالليل وكده فعايزه اليوم ده اجازه فقال لي طب خلاص بس قال لي هعمل تمرين الصبح بدري فقلت له خلاص ماشي فكان عمله تقريبا الساعه 10 الصبح ورحت لا ما رحتش بقى طبعا بقى. انا ده كلام خدنا قبليها في يوم بس الساعه 10 هيبوظ لنا الدنيا لا تعالى مش هتبوظ الدنيا فهم اتمرنوا كده والبنات بقى خلصت وكده وطبعا في كذا حد كان عنده ظروف ما قدرش يجي بس طبعا انا مين هم بقى عشان كذا حد والله بس يعني سواء اللي جه او ما جاش كله بصراحه كان مبسوط عشاني جدا وربنا يخليهم ليا كلهم بجد كانوا فرحانين لي من قلبهم اي حد جه وما جاش وتقعدي مع بيتك في بيتك يعني بصراحه فكان يوم لذيذ الحمد لله اتهيالي كل الناس اتبسطت وانا أكيد. قدرت اعمل اي حاجه بسيطه من الناس بتفرحني احنا انبسطنا لكم كمان يا دينا والله ميرسي لحضرتك طب مودي انت بقى انا اعرف كوتش اشرف ما عندوش هزار بالظبط كده جواز خطوبه ما فيش هي قبلها بيومين هو عارف قبلها بيومين ففي تمرين اللي قبل الخطوبه بيوم انا اتاخرت ربع ساعه طبعا هو في دي عايز اقول لك طب ليه يا مودي ليه يا مودي بتبوظ على نفسك كده يا مودي كابتن سيد عارف هو كابتن سيد انا كنت قايل كابتن سيد هو عارف طبعا قال لي فاهم انت عارف هو الحاجات دي طبعًا. يعني عايز اقول ما تروحش اصلا دقيقه زي كانك ما جيتش التمرين فبس اداني اجازه يوم صراحه قال لي انت خلاص ما تجيش بكره
بس طبعا كان بيقولها هو يعني طبعا مش عارف واكيد عوضتها بقى ما عوضتها طبعا بس هو عامل التمرين حتى برضو يعني الصبح بدري عشان برضو بالليل الناس تقدر تيجي والناس كلها جت صراحه يعني اغلبيه الناس اللي انا من فريق دي وفي المنتخب حتى سابوا المنتخب وجم فصراحه كانت الناس كلها كان يوم حلو صراحه يعني مين اول واحد في الفرقه عارف اول واحد في الفرقه كان الجمال وعدي طارق غنام دول اكتر اتنين عارف طبعا عشت عمر بينكم طبعا بالظبط دينا مين اول واحده في الفرقه عرفت كانت اول واحده كانت جاكي رنا علاء رنا هي معاكي الروم ميت بتاعك بتقعد معاكي ولا يعني هي مش روم ولا حامله اسرارك هي كل حاجه بس انا بقعد مع نور ربنا يشفيها ويرجعها لنا بالسلامه طبعا فانا نور اختي الثانيه بعديها جاكي بعد كده بقى ثريا ومنار وكله يعني بس كله اول حد في اول واحد في وقت واحد هي كانت جاكي بالظبط كانت دي حكواليش دي على طول ده معروفه طب قول لي يا مودي يعني ناويين امتى ان شاء الله يعني الجواز ناويين امتى هل بعد الدوري هل انت عارف ان الدنيا اتضغطت كمان عشان ما فيش بطوله الافرو ليج بتاع الباسكت والله انا كنت لسه اقول لك انا عامل حسابي ان شاء الله يعني يبقى بعد الدوري في الصيف كده يعني على 4-5 ان شاء الله ان شاء الله كده يبقى كسبانين كده والدنيا حلوه يعني برضو عاملين تختاروا انتوا الاثنين لازم يعني انسب مواعيد للاسف عشان وعشاني بعد الدوري في الاغلب متهيألي كمان رمضان هيبقى بدري السنه دي يعني في فتره الصيف دي يعني شهر 6 9 كده ويا رب يبقى المصري نزل عشان تقدروا تسافروا بتخطط تسافر يا مودي ولا ايه؟ والله لسه لا احنا لحد دلوقتي ما اتكلمناش في اي حاجه خالص انا تفكيري يعني. كله دلوقتي احنا ان شاء الله نكسب السنه دي بقى كده نفكر بقى في السفر وكده طب نخش بقى في الفنيات عشان ايه بقى احنا كده يعني ادينا وقت طويل قوي للرومانسيات طيب انت شايف الفرقه السنه دي زي مودي طمنا عليها على اللعيبه على الاصابات طمنا والله كنت عايز انا شايف الفرقه السنه طبعا الحمد لله دعمنا بكذا لعيب كويسين جدا عمرو الجندي وعمر طارق ومهيب طبعا ومحمد مصطفى مودي الصغير وحمدي فانا وجهه نظري احنا كملنا على الشغل اللي عملناه السنه اللي فاتت صحيح يعني احنا كده كملنا ان شاء الله كده احنا باذن الله فرقه متكامله وان شاء الله انا شايف ان احنا حتى السنه اللي فاتت احنا كنا قريبين من المكسب صحيح بس ممكن يكون عشان برضو الحق يتقال الاتحاد كان عندهم عامل اكتر مننا في النجاح وبقى لهم 3 سنين بيبنوا لا بالظبط غير كده انا يعني الاتحاد نادي كبير طبعا كل حاجه بس من 2009 الاتحاد ما كسبش بطوله صحيح فنادي الاتحاد قعد 11 سنه بيقعد يبني فرق لحد ما استقروا على فرقه معينه وقدروا بعد 11 سنه يكسبوا بطوله احنا كان بالنسبه لنا حتى السنه دي اللي فاتت دي ما كنتش جبنا صفقات كتير بس الناس فاكره ان هي صفقات تكسب على طول لا طبعا الباسكت في منها صفقات ناس صغيره لسه محتاجه تاخد خبرات في منها صفقات لسه كوتش عايزه شغل معاها في منها لعيبه سوبر طبعا زي ابقى تروس وبتلف على بعضيها بالظبط كده يعني فهي محتاجه وقت غير كده جت فتره الكورونا دي الاتحاد اتمرنوا 4 شهور ما وقفوش الفرقه الوحيده اللي في مصر ما وقفوش احنا وقفنا احنا ما كناش بنخش النادي اصلا والتزمنا بالاجراءات الاحترازيه فده اكيد اخرنا شويه بالظبط دي مش على فكره مش حجج ولا الكلام ده خالص والله انا بكلمك كباسكت ده حقيقه احنا عارفين بالظبط الباسكت يعني اوضتين وصال احنا عارفين كل حاجه عن بعض ورغم كل ده احنا لو كان في توفيق فالكس يانج مثلا في شوتين ثلاثه من اللي اتشاطوا في الكاس او الدوري يعني انت كابتن عايز تقول لي على تمرينه زي دي تتمرنها يوم الخطوبه وعايز طب هتروح ازاي؟ كوتش اشرف تمرين انت ما فيهاش هزار وان ان وان كتير وان ان وان ونص ملعب بص المجهود اللي بيبذل فباشا خلي بالك برضو انت كده كنت يعني كوتش اشرف عمل معاك واجب اتفضل يا مودي معلش قطعت بس بقول لك هو الموضوع كنا قريبين احنا نكسب لان نحقق بطوله من الاثنين السنه دي يعني بس الحمد لله احنا شفنا النواقص بتاعتنا وجبنا النواقص جبنا لعيبه كبيره كلهم طبعا ليفل 1 بالظبط وان شاء الله بقى السنه دي احنا داخلين احنا خلاص يعني انت عندك بقى ثقه ان شاء الله احنا الفرقه كلها متكامله وباذن الله نكسب يعني ان شاء الله كل البطولات داخلين ان شاء الله يا مودي طب دينا قولي لي انت شرحانه مع التمرين معلش قطعتك انا ما شفتوش طب قولي لي انتوا بقى بالنسبه لكم برضو الحمد لله توفقنا في محترفه كويسه جدا قايله عنها شغل كويس ما شاء الله طمنين على الفرقه بالرغم من الاربعه المصابين هو يعني بصراحة طبعا احنا اكيد يعز علي ان احنا في يعني 4 لعبة. عناصر مهمين جدا مشوا السنة دي هم هالة ومنار وبسم الله الرحمن الرحيم وعبد الظاهر انا عبد الظاهر وهبة يعني وهبة عبد الرحمن وطبعا لوكس كانت معانا ومشيت فمش بعتبرها حد اساسي هو على قد ما هو دي كايلة على فكرة ناسف دي كايلة ما شاء الله عليها ما شاء الله هو لحد دلوقتي هي الجيم الاولاني جابت 51 ما شاء الله والجيم الثاني 41 فهي ما شاء الله يعني ربنا يعني كمان عايز اقول لكم ان شاء الله هتبقى معانا قريب باذن الله يعني قول للساده المشاهدين هتبقى معانا برده وهنقول لكم ان شاء الله فطبعا اكيد كنت متضايق جدا ان في 4 من الناس المهمه دي تمشي وبتول برده هي صغيره طبعا جالنا ناس جديده السنه دي نادين سلعاوي جت من بره مي حلوه من سبورتنج رنا نبيل من سبورتنج
فكرني عشان انا بقى حلو قوي حلو قوي الكلام ده يعني كويس يعني مودي بتسندي على مودي لما تنسي هو بيفكر لازم يلحقني في كل حاجه ممتاز وحبيبه حياتها من الرجاله وحبيبه برده كانت صغيره كانت جالها سكولرشيب بره في امريكا ولسه راجعه مصر السنه دي فهي برده معانا السنه دي فطبعا فريده وائل ونهى شتا من هليوبلس فكل دول طبعا ان شاء الله يعني الفرقه السنه دي باذن الله باذن الله بس مصابين بس يرجعوا هم ان شاء الله ان شاء الله يعني هم على وشك يعني نور باذن الله ربنا يشفيها يا رب هي جات لنا اخر ماتشين بصراحه والله جت سبورت كويس قوي انا مجرد ان انا شفتها بطمن انا بشوفها بطمن يا كابتن هيثم والله ربنا يعلم يعني لا نور جميله نور دي حقيقه فالحمد لله هي في تحسن كبير ناقص لها بس ايديها نديم برضو شغاله تاهيل كويس وان شاء الله برضو سون هترجع يعني انت ممكن تلعب بتاكل وغضروف عادي يعني مش محتاجه ان شاء الله بس عايزه علاج طبيعي مشكلتنا ممكن برضو في ارضيه في الملاعب بالظبط للاسف دي اصعب حاجه عندنا ما بالظبط انا عندي مشكله حتى بقت مزمنه في الركبه ما مش بتروح خالص يعني زمايلي بيقولوا لي يعني ان شاء الله هي المهم اللي هي في الفاينلز يعني يمكن باذن الله هي برضو الفكره ان احنا يعني محتاجين برضو نتمرن ونلعب مع بعض كتير قوي لان احنا فعلا يعني حاجه اللي متبقي اصلا السنه دي هم سبعه جداد هم عايزين زينا السنه اللي فاتت سبعه جداد فاحنا لا احنا محتاجين نتمرن مع بعض كتير نلعب ماتشات كتير يحصل احتكاك كتير عشان نعرف ناخد على نفسك تشارك افريقيا يا دينا طبعا يعني كان نفسي اكيد السنه اللي فاتت زعلتوا عليها قوي زعلنا بس طبعا هو كان انجاز بس برده كان المكسب قريب فانت صحيح. اكيد بتزعل لما المكسب يبقى قريب حتى لو انت عارف انه بعيد بس ما يبقى قريب اكيد هتحصل ان شاء الله ربنا يكرمك مودي عايز تروح افريقيا طبعا ده هدفنا احنا كنا كوتش اشرف بيموت في افريقيا طبعا كمان هي السنه دي تبع الام بي اي كمان معلش يا مودي رايك في الصوره دي انا كنت بقول لك بص على الصوره يا مودي يعني ينفع اقول لك بص على الصوره والراجل يصور وانا مش بصص لها وانت تروح تبص انت اللي صورت وانا لا دي كانت في 2013 الصوره دي ده الدوري بتاعنا الشهير يعني دي طبعا كانت برده كانت الغنام الاسطوره وامين روزيه امين روزيه التونسي اللي على اليمين رقم 13 يا جماعه اللاعب التونسي يعني ف افريقيا ان شاء الله طبعا يعني. كان هي طبعا ام بي اي السنه دي يعني السنه خلاص بس شكلها شكرا كده السنه ماشي بس انا قصدي بعد كده هي طموح طبعا لدينا والفرقه بتاعتنا يعني ان شاء الله بالمحترفين اللي هي شروط البطوله مقاومات الفرقه تقدر أكيد. نكسبها يعني اكيد مودي يعني الحقيقه بشكرك اللقاء كان جميل جدا ولقاء فنيا ورومانسيا وحاجه جميله يعني بشكرك يا مودي نورتيني وشرفتيني وان شاء الله الدوري الاحمر السنه دي باذن الله ان شاء الله باذنك يا هيثم ان شاء الله لينا نورتيني وشرفتيني وحضرتك كابتن هيثم الف مليون مبروك ليك يا مودي شكرا ان شاء الله يعني نفرح بيكم وانا وفريق العمل كلنا هنيجي فرح طبعا لا ده اساسي طبعا مش محتاجه تعزمينا طبعا احنا بيتنا ده بيتكم بالظبط زي ما احنا بنيجي هنا عادي زي ما انتوا بتيجوا هناك كاميرات وكل حاجه ان شاء الله الف مليون مبروك ليك ان شاء الله والدوري احمر السنه دي باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ده ستيب باي ستيب ان شاء الله باذن الله شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين كانت حلقه لطيفه على قد ما نقدر دخلت رومانسيات في اللعب ان شاء الله انتظرونا يوم الاربعاء عندنا حلقه جديده من الابطال واكيد هيكون معنا قصه جديده وبطل جديد